حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب صباح اليوم الأحد حفل الزواج الملكي لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية حيث نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد تهاني وتبريكات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى صاحب الجلاله سلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام الشقيقه. وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير المهتدي بالله البلقيه وصاحب السمو الملكي الامير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقيه وتمنياتهما للزوجين بحياه اسريه حافله بموفور الصحه والسعاده وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين بن السلطان حاج حسن البلقية متمنيا سموه للزوجين حياة زوجية سعيدة منوها سمه بما يجمع مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام الشقيقة من علاقات أخوية متينة